نعم، يعني لا شك أن حكومة السيد السوداني نعم حاولت أن تغازل الشارع العراقي وكذلك النجف الأشرف عندما أطلقت مشروع مكافحة الفساد، على اعتبار أن مشروع مكافحة الفساد واحدة من الملفات المهمة جدا التي يهتم بها الشارع وتهتم بها النجف الأشرف المرجع نعم. الديني الأعلى وكلنا نتذكر قولته المشهورة عندما خاطب الشارع العراقي، خاطب العراقيين بأن أمامكم حرب أشد ضراوة من الحرب على الإرهاب، وهي الحرب على الفساد والحرب على الفشل في إدارة الدولة والتي طال انتظارها على حد قوله. لذلك طبعا من حكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي وهذه الحكومة كلهم حاولوا أن يغازلوا النجف الأشرف من هذه الباب، من باب مكافحة الإرهاب، لكن للأسف الشديد حكومة السيد عادل عبد المهدي فشلت في ذلك، حكومة الكاظمي فشلت في ذلك، وإذا استمرت حكومة السيد السوداني بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد بالطريقة الاستعراضية الحالية كذلك ستفشل فشلا ذريعا.